تيجي المدرسة لمجموعات التقوية وما تطلعش من البيت لأي مكان آخر، مش محتاجين يروحوا مكان آخر، مش محتاجين يشتروا كتب خارجية ولا دروس. عام هنضبط فيه الجودة، وعام اللي احنا نفسنا نقدر فيه المعلم اللي يعني تعب كتير ومطلوب منه كتير، وإن شاء الله نعرف نقدره في عام 2021. وشكرا لاستماعكم. طب أنا بشكرك يا دكتور طارق، واسمح لي إن أنا في تعليقي على العرض اللي حضرتك عرضته ده أقول إن في موضوعات محتاجة مننا كدولة مع المواطنين نشتغل عليها. يعني أنتم أول نقطة عايز أقولها للدكتور طارق وللقطاع التعليم بالكامل، إحنا بنشكركم على جهد خلال الأربع خمس سنين اللي فاتوا في بناء مناهج بتعتبر من أفضل مناهج، مش حول الأفضل، من أفضل مناهج التعليم في العالم. وده أمر كان حلم بالنسبة لنا إن إحنا يعني نقدر نوصل ونبقى عندنا منهج معتبر. كل الدنيا النهاردة أو الناس اللي هم المتخصصين في هذا الموضوع في العالم بيقدروا هذا الأمر بشكل، بيقول لك المنهج أو المناهج يا دكتور مصطفى اللي اتعملت في مصر ده تصنف تصنيف عالي جدا جدا. وإحنا ما عملناش عشان نتصنف، احنا عملناها عشان نعمل جودة لتعليمنا اللي احنا بنقدمه. فانا بقول الكلام ده للناس عشان تبقى بتسمعه وتطمن على ان احنا المسار اللي اتحركنا فيه. ومش عايز اتكلم كتير على ان عملية التشكيك اللي صاحبت الاجراءات دي كانت كتير، وبرضو ممكن خلال المرحلة اللي جاية يا دكتور مصطفى نجد تشكيك، وده امر محتاج مننا ان احنا ننتبه له كويس. لكن اللي انا عايز اقوله هنا ايه، ان الدولة بذلت جهد كبير جدا